ورحمة الله وبركاته. النهارده أمي ما شاء الله في تايلاند، فأنا عايز بقى أدوقها الدوريان. هو ده بس أنا جبت لها جاهز بقى عشان خاطر إيه؟ ما نقطعش قدامها البتاع. أول ما دخلت تقول لي مش هم ريحة غاز. يعني هو إن شاء الله يكون طعمه حلو. أهو هنجرب نشوف كده هي هتكون طعمه إيه يعني. تتذوق طعمه يعني أهو. شوفي كده جربي جربي. اسمك شم شم عادي. بسم الله. ما عشان هي تقول طعمه ايه؟ ايه؟ انا بالنسبه لي طبعا عادي اهو. ايه؟ طعمه لذيذ؟ طعمه زي المانجا. زي المانجا. مانجا. كويس كده؟ المانجا شوية. اول الطعم بس.